إن كنت من متابعين المحاكمة الجارية حالياً ما بين النجم جوني ديب وطليقته إمبر هيرد، فربما تكون قد سمعت عن الأقاويل التي تتردد حول معاملته المختلفة مع المحامية كاميل فاسكيز، وهي واحدة من ضمن مجموعة المحامين الذين وكلهم جوني ديب للدفاع عنه ضد ادعاءات إمبر. إلا أن الكثيرين من الجماهير لاحظ نظرات الإعجاب والتفاهم الواضحة بين جوني ديب ومحاميته كاميلا فاسكيز، والمواقف الطريفة التي سجلتها عدسات الكاميرات بين الثنائية، حتى أن البعض أكد وجود علاقة عاطفية تربط بينهم. لذا دعونا من الحديث ولنعرض بعض مقاطع الفيديو التي سلطت الضوء على العلاقة بينهما، والتي قد تؤكد بوجود علاقة عاطفية بين جوني ديب وكاميلا فاسكيز. هنا يظهر جوني ديب وهو يدخل لقاعة المحاكمة وتعابير الغضب تملأ وجهه، قبل أن تتحول ابتسامة واضحة تعلو شفتيه فور رؤيته لكاميلا. أما كاميلا فتظهر هنا وهي تسرع نحو جوني ديب لمجرد ملاحظتها له خارجا من القاعة، ثم تلحق به وتبتسم له قبل أن يرد عليها بابتسامة واضحة وعناق بالأيدي لا نراه إلا بين العاشقين. وفي هذا المقطع يظهر جوني ديب وهو يلامس كتفيها بود مبالغ فيه بعد أن كان قد سحب لها الكرسي أثناء جلوسها وردت عليه بملامسة يديه. وهنا يظهر تبادلهما للحديث في ود شديد بالإضافة لملامسة الأيدي مرارا وتكرارا، مما قد يوحي بأن كاميلا تحظى بمكانة خاصة لدى النجم العالمي. وها هو يوم آخر من الود المتبادل والمناقشات المرحة بين الثنائي. ومع هذا وبالرغم من كل تلك المقاطع، هناك البعض الذي يشكك في تلك الادعاءات ويزعم بأن كلها مقاطع طبيعية قد تحدث بين أي متهم ومحاميه، خصوصا وأن موقف النجم العالمي صعب للغاية ومحرج، وربما يكون يمر بأسوأ فترات حياته. ولهذا طبيعي من كاميلا وباقي المحامين التودد في معاملته كمحاولة لتخفيف العبء الذي يتحمله. والأهم من كل هذا هو الأخبار المنتشرة حول كاميلا، والتي تؤكد بأنها مرتبطة برجل أعمال بريطاني يعمل في مجال العقارات، وأن علاقتهما لا تزال مستمرة حتى اليوم، بينما شكك البعض في هذه العلاقة وأنها علاقة غير حقيقية. فكاميلا تسعى إلى إثارة غيرة أمبر هيرد وتشتيت انتباهها وتركيزها خلال إدلائها بأقاويلها، فيتثنى لها الإيقاع بها وكشف خداعها للعالم. فما رأيك أنت؟ هل تصدق حقا بأن جوني ديب وكاميلا فاسكيز تجمعهما علاقة عاطفية غير معلنة؟ أم أنها مجرد شائعات لإضافة المزيد من التشويق لقضية الموسم؟ أخبرنا في قسم التعليقات. أراك في الفيديو القادم. إلى اللقاء.